عن سائر الدمار والخراب التي خلفته الهجمة البربرية على حي القابون منذ حوالي 7 أيام إلى الآن. حتى المدارس والمرافق العامة لم تسلم من قصف نظام بشار الأسد الهمجي. وهنا أيضا القصف على بعض الأشجار الإرهابية في حي القابون. وأدت إلى هذا الدمار الهائل في بعض منازل الحي. وحتى دور العبادة لم تسلم من قصف نظام الأسد المجرم. وهنا بعض المحال التجارية التي قصفت. على حساب الأسد.
امبارح طلعت بدل ما بدل ما طلعت امبارح كله 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 اسمه كله وهنا قضايا تسببت باحتراق الأشجار في الحي. المساجد أيضا لم تسلم من حملة القصف الوحشي. الله أكبر. آثار الدمار التي خلفها القصف الأسدي على الحي. الله أكبر.